مرحبا شباب، خلنا نكمل توتوريال 3. اوريدي احنا حلينا ذلين اللي بالاصفر، فعلشان نتاكد ان الميثود مالنا صح وانه قاعد وقاعد نبني الكلاس بطريقه صحيحه، فلازم نشوف الداتا اللي قاعد نخزنها او اللي نتعامل وياها. فمن كذي بنسوي الحين هالميثود اللي هو public string to string، زين، عشان يرجع لنا القيم اللي موجودة في الليست. تمام، نروح حق الكومبايلر. خلا بس نكتب الهيدر اول شيء، بيكون public string to string وبداية دائما شنو نحط؟ نحط لنا variable string خلنا نسميه مثلا list أو list object equal list object text عشان يكون كلش واضح يعني. وبداية شنو بنحط؟ خلينا نقول نفتح له براكت وسبيس، اخر شيء هني عشان نشيل الايرور شنو لازم نكتب؟ ريتيل. ونحط نفسه list object text موجود. زين، الحين احنا شلون مفترض ناخذ الداتا؟ الداتا مثل ما نعرف لازم نسوي لها ترافل، ان ناخذها واحده واحده. فانا حاولت ان اشبه الداتا بهالرسمه، مثلا هاي الداتا مالتي، اوكي، ومثل ما تعرفون ان كل نكس بيكون في النود الثانيه. تمام، علشان نتاكد ان النود شنو موجود فيها، او بالاحرى النكس شنو موجود فيه، فخلنا نسوي نود ونخلي يطلع لي النكست بس عشان نعرف ان شنو موجود في النكست. بنقول له هني مثلا system.out، خلنا نسوي لنا نود واحد ونخليه يساوي الهيد بس عشان نعرف الفكره. نقول له نود، نقدر نسميه نود، خلنا نسميه نود تم اللي هو temporary equal، بس خلنا نحط head عشان شنو يكون عندنا data ونشوف شنو موجود في next دايما. زين، بعدين شنو بنقول له؟ بنقول له head dot next. اوكي، خلنا نشوف شنو موجود في next، وبحط هني بعد اشارة او text خلنا نقول بس عشان نقدر نشوف يكون واضح يعني. زين، بروح حق المين هني، انا اوريدي برست اوبجكت لي وخليت فيها داتا، فالحين بس علي ان اجرب. اقول له list to string وخلنا نشغل الكومبايلر ونشوف. مثل ما تشوفون شنو عطاني؟ عطاني ادرس. تمام، هالادرس شنو معناته؟ معناته شنو الداتا اللي عقب. خلي اراويكم بشكل اوضح اللي اقصده. يعني مثلا الحين انا حطيت هنا شنو هيد دوت نكست، خلي احط بعد شيء زياده اقول له دوت داتا، يعني النكست الداتا مالته. تمام، واشغل البرنامج. سارة، شلون عرفت؟ لأن ثاني واحدة سارة. إذن هل أقدر أزيد بعد إن أروح حق اللي عقب؟ بعد أقدر إن شنو أقول له؟ أقول له بعد next. إذن روح اللي عقب
بعد اعطاني ادرس ميموري. لو لو كتبت له ديتا شنو بيصير؟ اعطاني محمد اللي هو ثالث واحد. لو بعد اروح نيكست زين اشغل البرنامج بيعطيني ادرس ميموري. اوكي اذا خليته دوت ديتا شنو اعطاني؟ اعطاني النور. اذا حطينا بعد نيكست خلينا نشوف شنو بيصير. اعطاني النال خلاص ما في عقب. خلينا نشوف هل بيكمل او بيطلع لنا ايرور اذا خليت بعد زياده. اعطاني ايرور انه خلاص ما في بعد ما في هالكثر نوت. تمام. فمن مكان اسوي هالشيء مانيولي من نفس الحين بسوي يمكن شنو باستخدام اللوب. كل مره يروح في مرحله بروحها. زين شلون بنستخدم اللوب؟ خذها علشان كذي نفهم فكرة اللوب. نشيل هاي ونروح حاجة هني نحاول نفكك الفكرة يعني. زين فهاي شو اسمه الليست مالتنا وهالادرسات خليتهم بس كذي بس عشان نفهم الفكرة. اوكي مثل ما شفنا كل ما نقول له نكس يعطينا الادرس بعدين نقدر نروح حق الديتا مالتها. فعرفنا انه شنو داخل النكس هو نود اصلا ولكن نوت ثاني. زين فالحين شنو نحتاج؟ المشكلة شنو؟ ما نقدر على الهيد نغير لان ليش؟ الديتا كامل تتغير. اذا كتبنا على الهيد شنو بيصير؟ الهيد بينمسح وبياخذ الديتا الثانية. فلازم شنو؟ دايما نسوي لنا نودة جديدة نفس معلومات الهيد ونكمل على اساسها علشان شنو؟ ما يسوي لي مشاكل ويا الليست مالتي او ما يصير لها نوع يعني اوفر رايت. اوكي فشلون بنسوي؟ بنعرف نود. اوكي يكون كلاس نود دائما في الاغلب يكون النود كابيتال تم ايكوال هيد. تمام معلوماته بالضبط نفس معلومات الهيد. فهني مثال حق التم. اوكي وقت اللي شو اسمه اللي نخليه يساوي الهيد فشنو يصير؟ فدايركت معلوماته تساوي الهيد. فنقول هني علي وتحت الادرس الميموري اللي كان موجود نفسه اللي هو هاش 101. اوكي زين بعدين عندنا طريقتين عشان نشيك. خلى الحين نستخدم الفور لوب. فالحين بنستخدم الفور لوب. الفور لوب شنو عبارة؟ انه شنو الى حد السايز يشتغل تكرار بدون ما يعني يشيك شنو في النود او يعني في الغالب اذا ما نبي نستخدم اف ستيتمنت نستخدم فور لوب. اذا نبي نستخدم وياه اف ستيتمنت نستخدم وايل. ليش بنشوف الحين ويا الهاي بنشوف لان الحين الفور طريقة يعني طريقة بناء شلون انه يروح على حسب التكرار اللي عطيناه بدون ما يتشيك. اما الوايل مختلف شوي. فنروح هني شنو نحط؟ نحط انه نزيد. احنا مو عندنا string عندنا variable string. زين هال variable string نبي شنو؟ نزيد عليه value من ذلين نزيد عليه values. اوكي شلون نزيد عليه؟ اوريدي مثل ما شفنا في الكومبايلر انا شلون حطيت؟ حطيت لي هني string وحطيت هاي بدايته صح؟ فابي ازيد المعلومات عليه كل مره ازيد عليه المعلومات وكذي يعني. فشنو بنسوي؟ اوريدي عندي string هني بنعرف string اللي هو عباره عن text. خلينا نقول بداية حطيت له شنو؟ حطيت له فتحة الاري او البريسي ما يفرق. اوكي بعدين شنو ابغي كل مرة احط الديتا عليه. فشنو بقول له؟ بقول له تكست
plus equal التم. اوكي التم شنو ابغي من التم؟ هل ابغي التم كامل؟ لا انا ابغي الديتا اللي في التم بس. فشنو بقول له؟ بقول له تم دوت ديتا. اوكي انا هني خلصت اللي علي اللي هو شنو اللي هو زدت عليه القيمه اللي ابغيها. فممكن بعد احط اشياء تشاكيل مثلا اقول له حط لي backslash tab علشان يصير space لا يلصقون في بعض, او اقدر اخلي بس مجرد space بعد عادي خلي عشان يعني نبسط الكود بس نخلي space. اوكي انا هني خلصت already حطيت الديتا هاي على السترينج مالي. زين اذا خلصت مفترض شنو اسوي؟ اقول له temp equal temp dot next. الحين نروح حق الثاني, الثاني اللي هو وين؟ اللي هو هاي. اوكي تمام. في هالخطوة سويت له ابديت, فشنو صار؟ فهني تغير هاي الديت, تغيرت الحين, الحين صار لها اوفررايت هاي اللي ما ابغي اسوي على الليست الاصلية مالتي. فشنو بيصير هني؟ هني هاي بنمسح وهاي بعد بنمسح. زين واكتب الديت الجديدة اللي هي شنو؟ سارة بالادرس الميموري الثاني. اوكي فتغيرت الديتا. الحين شنو مفترض؟ بس خلصنا هني فمفترض اللوب بعد يغير زين وياخذ شنو؟ سارة ويضيفها في الليست, وبعدين نروح نيكست الى ما يخلص هني كامل. اوكي السايز هو كم؟ السايز مالهم 4, فقبل الأربعة يوم يوصل 3 مفترض خلصنا كامل تمام. فآخر شيء شنو؟ آخر شيء يوم نخلص هالكود شنو بنقول له؟ بنقول له رجع لي زين لأن تو سترينج, لا بنقول له رجع لي ريتيرن, أو بعضنا إذا يحب يعني يسوي زينة أو يصك القوس هاي شنو يحط مرة ثانية تكست برا على اللوب عاد بلس إيكوال يصك القوس. واخر شيء يوم خلصنا من التكست وكل شيء بارز شنو نقول له؟ نقول له return text تمام. كذي خلصنا الكود. خلينا نروح نكتب هالكود على الكومبايلر. زين هاي الكومبايلر اوريدي عرفنا لنا شيء temporary حق النود عشان ما نكتب على الهيد كل مره. الحين بنستخدم for loop والاثنين اقدر استخدمه, اقدر استخدم الوايل والفور ما بيفرق. فخلنا ناخذ الطريقتين, الحين في التو سترينج ناخذ الفور, بعدين في الميثود اللي عقب بناخذ الوايل تمام. نفتح بريسي عشان يكون شغلنا مرتب ونحط الفور هني زين. فشنو بيصير الحين؟ الحين اول خطوه قلنا شنو؟ ان ناخذ الديتا نكتبها يعني نخليها في التكست مالتنا اللي هي list object text. فبنقول له list object text plus equal شنو الديتا اللي احنا نبغيها؟ temp او not temp اللي سمينا احنا سمينا not temp dot data, نبي الديتا مالته بس زين. فبيزيد عليه. فبعدين شنو؟ بعدين اذا خلصت من هالخطوة لازم يصير شنو؟ update. update حق شنو؟ حق التمب, ما يصير على كل ساعة عيد على نفسه. خلنا نشوف اذا ما سوينا update شنو بيصير. اوكي بس عشان ناخذ فكرة هني بعد بحط backslash tab علشان نشوف شنو بيصير اذا ما سويت update. خلنا نروح هني already عندنا to string ما بيطبع لي لان ليش هاي الريتيرن, فلازم اخليه داخل سيستم دوت اوت. مثل ما شفنا شنو صار؟ صار كلهم علي, انا ما ابغي كل الديتا تمام. فمن كذي لازم اسوي ابديت. فاروح اسوي ابديت. شلون اسوي الابديت؟ اقول له نوت تم
equal node temp dot next. اوكي في شغلة بعد زينة اذا نحطها كcondition زيادة حق اللوب في حال ان واحدة منهم empty يوقف اللوب زين عشان ما يعني ما يعطيني ايرورات فنقول and and node temp not equal null. اوكي زين فالحين خلصنا الكود مالنا هني خطوة الابديت خطوة الابديت وايد ضرورية بس نكتب هني اخر شيء شنو بقى اوريدي خلصنا لان شنو بيصير للريتيرن ولكن انا احب ان احط الصكة مالت البراكت فشنو بقول له بقول له list object text plus plus equal وحط ال two string space وحط الصكة مالت القوس او السكوير براكت اللي هو اوكي فارجع هنا اشغل الميثود مثل ما شفتوا انه طلع لي مرتب وكل الديتا وعندي صكة اقدر اغيرهم اقدر احطهم كل واحدة في سطر ولكن انا اشوف الاريح حق العين انه يكون في سطر واحد اوكي ويكون بينهم سبيس عشان اترتب خلينا نقول انا ضفت بعد شيء ثاني خلينا نقول list dot add صار ابديت بروحه لان ليش الكونستراكتر مالي صحيح وصار ابديت اوكي فالحين خلصنا التو سترينج هاي الميثود كان اعتقد سريع وسهل استخدمنا فور لوب وسوينا ابديت حق التكست وحق النوت التمبريري اوكي خلينا نشوف اذا ما حطينا تمبريري نوت واستخدمنا الهيت مباشره شنو كان بيصير اوكي علشان يعني هالنقطة كامل تكون واضحة من مكان نوت تكون تمبريري بنستخدم هيد خلينا نشوف شنو بيصير وانا شنو بسوي يمكن اول مرة ما يطلع الايرور اوكي يمكن عادي فبنخليه يطبع لنا مرتين التو سترينج لانه ممكن في اول مره ما يطلع الايرور يطلع طبيعي خلينا نشوف شنو بيصير شوفوا اول مره طلع لي طبيعي زين ليش لانه كان يعني يكتب على نفسه يوم طبعته ثاني مره طلع امتي ليش لانه اخر واحد اللي هو شنو نور زين انه شنو فيها اخر شيء اخر ابديت اللي هو نال فان كتب النال على اساس من على اساس الهيد صار نال فهالطريقة نستخدمها حق شنو حق المسح مو علشان ان ناخذ ديتا فمن كذي ضروري ان يكون عندنا temporary ديتا نخليها وما نستخدم الهيد مالنا اوكي هاي السبب زين فخلنا نرجع الكود نفس ما كان والحين نروح حق الميثود اللي عقب الميثود اللي عقب رأي أحسن شيء نختار index of